هيا سيدي على سلامتكم في برنامج عجيب وغرايب فهمتني. الحمد لله وشكر الله يا جماعة والله العظيم. اسمع تو كنت بحظة حشاكم مريضة عملت حادث مرور اكسيدو وتو نحكي لكم شنو صار بالضبط وكيفاش الاكسيدو. اكسيدو مسكينة تشلت النص اللوطاني ما عاد شي ينده فهمتني وليت على شاز رولاند. يا لطيف الله يلطف بالجميع والله يشفي الجميع. ف لا 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 محمد رسول الله الحكايه هذه عندها 5-6 سنين تو فهمتني. المراه هذه عندها 2 بنات وبناتها معرسين وعندهم صغار. المحكمه حكمت لها ب 299,000 أورو سقوط تبع الحادث مش عاجبها. والنهار كله تنوح وتبكي وكذا مازالت حزينه وكذا وسين رمال اي واحد والله لي الله لا يحطنا والله لا يمر ذموما والله لا يرزقكم في صحتكم ربي يجدكم بالصحه اجمعين يا رب امين يا رب اجمعين وكل واحد مريض الله يشفيه يا رب امين. خلنا احكي لكم على الحادث ومسببات الحادث. المراه هذه كما قلت لكم عندها صغار هي كانت متزوجه ورجلها توفى مات رجلها به. كيف مات رجلها تعرفت على واحد اخر وتعيش في حياتها. السيد اللي تعرفت عليه ماركه زطله وماركه غبره وماركه الكول ويسوق زطل وشامم وشارب. نهار من النهارات مروحين هما من السهره وهو بالعوا فهمتني بالضبط وعطيها ستاير ابيض. فا يا لطيف اللطف عملوا اكسيدو بالكهرباء هو ما جرالو حتى شيء. الراجل جست تراضريض وكذا وكل مشى للسبيطار روح المفيد بيه روح بعد جمعتين ثلاثه روح. وهي مسكينه تشلت صار لها شلل في الاسفل متاعها في الشترى الوسطاني شلل سفلي ولات مقعده. شعمل للراجل هذا اللي هو صاحبها مش راجلها من قلت لك برجلها توفت عرفت على واحد اخر زطال وغبار وسكرش. شعمل كيف لقاها تشلت بعثها تنيك بدلها بواحد اخرى. بعثها تنيك مش بعثها تنيك بكل معناتها ما نقعد نقول لكم ولا مع واحد اخرى شاف حياته بعثها قصتها مفوت فميكا خلاها في السبيطار وكعرف لي تشلت مشى كمل حياته قصة وطواها فهمتني. هو من بعديك المحكمة طبعا حكمت عليه بالحبس وفكوله البرمي متاعه واخطية مالية وكذا واحد وكل خاطر يسوق تحت تأثير المخدرات والكحول. وهي راكبة معاه هي في القانون الألماني كي تبدأ أنت راكب مع واحد ما عندوش برمي وإلا تحت تأثير المخدرات ولا الكحول أنت تاخو نفس العقوبة متاعه هو نفس العقوبة تاخذها. ولكن نظرونها بأمور نفسية معناتها أمور نفسية وكذا وكيش ولات مقعدة وكل إلا سيروس حكمت لها ب 299,000 أورو. يا ولدي راه يتغرد في تغريد أمه كلب كل يوم. الدولة أخذت لها غسالة بوش غسالة بوش هذه قسم بالله من اللي عندها هي اللي فيها كل تشيح وفيها كذا واحد وكل والله الذي له بدون مبالغة ب 1300 أورو القيمة متاح. واخذتها لها تلفزة قسم بالله العظيم أقل شيء تعمل 2.5 متر طول العرض متاح كل من عند الدولة. عملت لها التليفون الانترنت الممرضين اللي احنا نمشي ولها وكذا وكل على كونت الدولة
وزادت حكمت لها 299,000، والنهار كله تغرد وطبول بعينيها يا زب. على شنو تبكي يا زب؟ تو الانسان اللي يركب مع واحد زاطل وبالعه وعطيها ستر غبرة ما هوش واعي بالله. انت يا ملهت كي مشيت معناتها تسهر معاه هاي خلشين، وبعث صغارك ينيكو نهار اللي مشيت تسهر معاه وعندك زوز بنات صبايا هما تو عندهم صغار، ما ضربش في راسك تقول تو انا شماشي نيكو صغاري في الدار وحدهم وابوهم متوفي؟ هو زاطل وشارب وعطيها ستر كوكا، زعما انت ماكشي عامله معاها بيبيزه ولا زوز ولا دوزه ولا هكك؟ يا بابا اش تحكي، يا الكل ركبتها له ليه وكاو، فهمت؟ هو شارب وهو رزب، فهمتني؟ وهي راهي معاه زاد كيف كيف شارب. انت غرمت زمانك يا اخي، الله غالب، قضاء وقدر، حادث ادى الى شلل سفلي، الله غالب. ولكن الدوله تخلص لك في السكنه، انترنت، الماء، الضوء، الممرضين، وزادوا حكمت لك اسيروز 299,000 اورو. 299,000 اورو يا عباد الله، يا رب يلي تسمعوا فيا، بفلوس تونس يجيو مليار و100 هزب، مليار و100 يلي. وكان واحد الله لا يقدر، فما برشا تعرضوا الحوادث مثال في تونس وكذا، وكله يبدا خدمته مهما كانت هي هذه، كانت معينه في كوجينه، يعني ما تعمل لك الديباراس تلم المواعن وزب وتحط في الماكينه وتشللهم وكذا، وكل لا طباخ ولا زب في الكوجينه تعاون وكاو، فهمتني؟ وضربت هذم الكل. الله لا يقدر في تونس واحد يعمل حادث كيف نيكوب مليون ولا زوز ملايين يبدا يزغرت تبكي وتنوح سر ممك، وكان جيت تخدم الزبي ما تاخذش الفلوس اللي تاخذ فيهم كل شهر، وكل شهر عندها بالطبيعة فما جراية متاحة. مو شحسب الدولة اللي مثال هي طوف الواحد متاحة ما تنجمعاتش نجم تخدم وكذا، وكل يحسبوا لها الانتريت متاحة إذا كان كملت تخدم هي قداش باش تقعد تاخذ كل شهر. حسبي الله كما نحكي لكم كل شهر يجيوها، يعني هذيك راهي بدون مبالغة تضرب في خاطر ما خدمتش برشا وكذا، وكله خدمتها مش باهية معناتها، فهمت؟ وحاجة دبلومية وكذا، وكل هذيك راهي تضرب في 800-900 أورو شو واحد أنتريت تضرب في 800-900، هذا إلا كان مش 1000 أنتريت، وزيد عليهم تو 299، والماء والضوء والسكنة متاعها خالصة، والفرام معناتها الممرضين خالصين، والدواء خالص في ألمانيا، لا تخلص الدواء لا حد شيء، وتنوح النهار كل تنوح كي تراها لا تحزن لا تنيك، معناتها هذه عملت بيدها سبحان الله. أخي واحد راكب مع واحد مغبر ومزطل وزب فاش يستنى منه، والله هذا سبحان الله قضاء وقدر، اللهم لا شماتة. أنا نتمنى لها ربي سبحانه وتعالى يسخر دواء ولا حاجة اللي هو يشفي المرضى ذم اللي يجيهم شلل معناتها عن طريق حادث ولا كذا وكل. ولكن سبحان الله سبحان الله سبحان الله، صار الله غالب. تعاو نجي لأي واحد أنا عربي وصارت له نفس الحكاية هذه، وسبحان الله ربي يبعث له 299,000 أورو معناتها مليار ومئة، ويضرب في 900 ولا 800 أورو كل شهر أنتريت، ونحب نقول له ترى تحزنش تنيكم، ويقول لك انيكم وذا استغفر الله العظيم رزق من عند ربي، يقول لك هذه نعمة من عند ربي، هنيك بسرممهم يا لطيف ساقيها الله لا يورينا. شنيك بسرممهم ساقيك تجيبوا لك مليار ومية، تجيبوا لك العصبة هز تخدم حياة سرممك كاملة، اشترك وش الله ما اشتخدم في السلاح ولا غبرة ولا رزبي ولا ترافيك وسرقي.